بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول محمد قاسم: رأيت في هذه الرؤية أن بعد تقدم باكستان وإنشاء الطائرات المقاتلة السوداء التي يعتقد أنها يمكن أن تكون الرايات السود المذكورة في الأحاديث، تظهر باكستان قوتها العسكرية للعالم من خلال تحرير كشمير ومنطقة مشهورة في الشرق الأوسط من القهر. فلقد منعت آلات الحرب تلك أي دولة من محاولة التغلب على باكستان، فقد كان العالم في حالة رهبة من براعم باكستان التكنولوجية، وكانت هذه الطائرات بمثابة رادع لأي دولة أخرى تسعى إلى إيذاء باكستان. فهذه هي الطريقة التي خطط لها الله سبحانه وتعالى ومنح باكستان السلام، وقد حان الوقت للتطوير والاستعداد للتهديد الذي يلوح في الأفق بالحرب العالمية الثالثة. وبعد أن رأى المسلمون من جميع أنحاء العالم الطائرات المقاتلة السوداء، بدأوا بالهجرة إلى باكستان بأعداد غفيرة من الملايين للعيش بشكل دائم والقيام بأدوارهم في إعادة بناء الإسلام. وأصبحت باكستان أمة غنية بالمسلمين من جميع أنحاء العالم من مجموعة متنوعة من الثقافات والخلفيات المختلفة، أمة إسلامية موحدة لا يهم فيها عرق الشخص أو لونه. بغض النظر عن ذلك، أكنت ترتدي ملابس أوروبية أو أفريقية أو جنوب أسيوية أو أمريكا الجنوبية أو الشرق الأوسط، نحن نعيش معا كإخوة، وقد تحطمت روح العنصرية السابقة بين الإخوة المسلمين، وأغنى نور الإسلام الحقيقي قلوب وعقول مواطني هذه الأمة. المسلمون الذين كانوا يكرهون بعضهم البعض في السابق أصبحوا الآن يعملون معا كإخوة لتحقيق هدف مشترك. وبدأت شعوب العالم تقول: ليس فقط أنه من الصعب إيقاف محمد قاسم، بل مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته يهديه ويحميه، فقد أعانه الله وحول رؤياه إلى حقيقة. وأثناء تقدم باكستان إلى قوة عظمى، يرى محمد قاسم أن مواطني باكستان طلبوا منه قيادة الأمة الإسلامية. في هذه الرؤى رفض الطلب باستمرار قائلا: إنني لن أتولى مثل هذا المنصب. ورأى في أحد الرؤى أن الناس يصرون عليه لتولي عبء القيادة للأمة بأكملها، واستسلم أخيرا للضغوط، وأكد أنه فقط في حال طلب مني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيادة الأمة فسوف أتحمل هذه المسؤولية. ثم زار محمد قاسم وأصحابه المدينة المنورة، وذهب محمد قاسم إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد قاسم: إن الأفكار التي كانت تدور في ذهني في هذا الوقت كانت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرفض طلب الناس، لأنني لا أعتبر نفسي قادرا على التعامل مع هذه المهمة الهامة للقيادة. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من ذلك يأمر محمد قاسم بقيادة الأمة بأكملها، ويعطي محمد قاسم سيفا كأنه سيف لامع من العصور القديمة. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد قاسم: أن اذهب إلى مكة واشكر الله سبحانه وتعالى وقود أمة المسلمين. وفي هذه المرحلة يشعر محمد قاسم بالضيق ولا يستطيع العودة إلى أصحابه بالسيف، لأنه لو فعل ذلك فسيدركون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أمر محمد قاسم بقبول منصب زعيم الأمة الإسلامية. فقال: أخشى أن يسألني الناس عما حدث فأجيب بالحقيقة، فأتحاشى الناس الذين جاءوا معي، فأخرج إلى طريق لا أرى فيه أحد وأترك أصحابي وأهرب إلى مكة، وفي مكة أرى نفسي أؤدي العمرة والطواف، فيعرفني بعض الناس هناك ويرون السيف بيدي. وتنتهي الرؤيا هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.